عفاف لو عفاف حياتي انت مال ادب جاه جمال من جميعه ولك كاملة مكملة خلاص منحشرة معهم بهالدفتر ولك شو بده يوسع هالدفتر تا يوسع ايلا اذا الحكومة سامحت لنا منقول لا للحكومة لك عفاف اي عفاف وليش لا ما احسن لمن هالجلجو اسلنقا يعني ما راح نقص علي شيء وبعد فترة بدي اشتري بيك اوب دبل كابين احدث موديل وبدي اخذ الارض اللي عكت في البحر وعمر له في احلى بيت شو ناقصها يعني بعدين عدم المؤاخذة عدم المؤاخذة ماني ابن 70 انا شب بزهوتي طيب وديبة ما راح يصير علي شيء نتيبة راح طوب للبيت القاعدة فيها ومصروفها بيوصل كل اخر شهر عدوز بارا والله يا جودي ما بعرف شو بدي ما تعرف ولا تقول لي اجمع لي وشهاء الضيعة كله خلينا نروح نطلب عيده ما بدي ابو نادي يلا حرك 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 ماشي خلص ماشي يا لطيف العملة شو بتسوي اهلا وسهلا فيكم بس بصراحة اتفاجأتوني يعني سيد جودي ابننا بعدين ابن عالم وناس وما بيتعيب بشي بس عدم المواخذة منكم يا جماعة يعني بترضوها بنتي عفاف البكر تنزل عضرة والله الله ما قاله ما عضرة ما عضرة يا أبو جميل ها وهي دفتر العائلة خليه معه هي دفتر العائلة قصدي خليه معك وقت البدك منشطبه من الخانة شبك ولا بس يعني انتو بتشوفوها حلوة نخرب بيتها للمرأة يا مختار يا مختار جودي ما راح يكب بلدي ببرا راح يطوب له البيت باسمه وكل اخر شهر راح يخصص له راتب 5000 ورقه طيب مهلونا نفكر بالموضوع ونرد لكم خبر وان شاء الله بيصير خير القهوه يا نظميه شبك ولو ديبا حياتي انت ليش عم تبكي لو كان لي اهل يحموني ما كنت تسترجي صلي ساعد اللي ما الوهن طب الحق بزعل يعني ولو ديبة حق اي حق الحق بيقول انه وقت اللي بتكون فقير تشغلني مثل الخدامة وقت اللي بتغنى بتكبني اما كبيتك ما كبيتك هي رح اكتب لك البيت كله باسمك ولو بعدين الحكومة الحكومة سامحت لنا شوفي كم خانة حطت لنا بالدفتر واحد اثنين ثلاثة ولك ديبة؟ أهلا وسهلا أهلا وسهلا بعفاف خانم زارتنا البركة تفضلي الله لا يزيد فضلك ولا جودة ما شفت غيري ولك أنا بموت ألف موتة وما بتجوزك فهمتوا لا ولا جودة ولا أنت واحرة اسمالي انتهازي حقير إذا ما بأوصك ما بيكون اسمي سليم ولك الجواز اسمه ونصيبه لا وينك؟ علي ما علي لنيمك على حرير وفيقك على حرير وبدي جيب لك بيك اوب دبل كابين اخر موديل وبدي عمر لك قصر يلدس فوق راس الجبل شو قلتي ولك كيف مرتك متحملتك ما بعرف ولك ديبة ضبي له البغل ضبيه خرب بيتك ما غلظك ولا شو ده انا بحاسبك ولا لك بدي اوصك سدوا لباجوقك سدوا لباجوقك العمك هون لازم نحطه بجيبتنا لهالكر كيف فاتتني واقفا احتراماتي سيدي احتراماتي ولك شلون بدي احترمك وانت من دفس نايم شلون بتاخذ راتب من الدوله وانت نايم قيلوله يا سيدي كل الناس بتقيل وقت القيلوله يا هم لا لي عليك هذلاك الناس انت مو ناس انت عين البلد الساهره اللي لا بتنام لا ليل ولا نهار عم تفهم خير سيدي شوفي 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 هذا الطشم اللي اسمه عادل جاب لنا إخبارية إنه في كسب غير مشروع قلنا لا مو معقول الجماعة بجل حمير شو بفهمهم بس توصل المواصيل لهون هذا اللي مو معقول مواصيل شو سيدي والله ما عم نفهم عليكم شيء ولا راح تفهم الحقني الحقني ده بالله حبيبي يا عادل لك شبكة شبكة ولك سيبوني لك سيبوني ولك قاري ولا حتى سيدي شو عاملين شو عاملين ما انا عاملين شي والحشمة عاملين شي والله لجمد الهوى اللي بزلع عيمك والله وين شريكك ولك
شريكي سيدي كل الضيعة شركاتي، يعني المختار وصالح وانت مو شريكي وابو نادر. سيدي ابو نادر شريكي اسأله. يا هم لالي يا هم لالي، صحيح الحكي صحيح الهرج. اعوذ بالله يا سيدي، الله وكيلك ما بيعرف شو عم يحكي هذا. لك قصد سيادته عن اسعد؟ اسعد ولا ليك واسعد؟ ايه اهلا وسهلا، الحكومة كلها عنا بكت تغد بطولة، جايبين معنا فروج بروستلي. ولا جودة قديش ثقيل اليوم؟ ثقيل؟ اسأل الشباب عنه. ولا شايفتينا اللي وراك هذيك؟ وراها البحر واخره قبرص، والله لخلي عواك وعواي يوصل لقبرص. والله جيبوهم. تفضل فوق. استاذ جودة تفضل دورك. بعدين مش اللي حولنا المصاري كلها اللي حولنا المصاري. خلصوا لأنت وياه، ممنوع تحكوا مع بعضكم. يلا بلا جودي تعال لك تعال. يا جلي إذا معي قطوبة حبا معاك أخي دين والك عم ماضيرة ماشي بقول عم السلام. حاضر أخي. أنا قلت لكم قانونياً فاشي ما مزبوط من الأول، حاسس فيها قصة ما هيك لا بديعة. أنت ما عم تصدقيني ما بعرف. خذوا من وجهك خذوا. سيدي بعد إذنك يعني هيك بسمح لي هيك اسلخوا شي فلقة هيك نسع الحليب اللي رضعه. مشان شو الفلقة؟ مشان شو الفلقة؟ إذا اعترفنا بشغلة مو مساويينا مشان ما ناكل فلقة. وهالمعترة مرتك شو ذنبها ولا؟ يلا استنوا لك استنى عندك. شلون شغلة ما سويتها؟ ليش مو حضرتك وحضرت اللي بخشتوا الأنابيب؟ نحن بخشنا؟ نحن بخشنا؟ طب سيدي شو بدك أحلف لك؟ لا أحلف لك إنه لا بعرف الأنابيب ولا بعرف شكل الأنابيب ولا بحياتي شفت أنبوب. يا هم لالي يا هم لالي، راح يجننوني هذول، راح يجننوني إذا لهسع مو عارفين شو يساوي. طب سيدي المهم إنه اعترفنا، هاي مشان ما يسود وشكم قدام الحكومة فوق ماشي. خذوا خذوا لك والفلقة خليها علينا علينا. ما بدها تزبط معنا بقى. لك والله والله بس ابو نادر ياخذ اجازه لارفع ام الطنافس كلها فلا. والله لا تنفصها بتنفص. اسحاق جودة جودة اسحاق بديعة ديبة لا تواخذيني انك طلعت قليل اصلا. عادي وين الغريب بالموضوع؟ ما كل عمرك قليل أصل. المهم هلا خبرونا شو عاملين لحتى نعرف استنادا على أي مادة بدهم يحاكموك. شو بعرفني؟ قال أنا بيب وما أنا بيب. نابيب شو؟ لك نابيب نابيب مواسير يعني. قال فاهم بوب مبخوش ونحن الباخشينه لزقوه فينا لهالتهمة. كل الحق علي كل الحق علي اللي ما حطيته لهذا المحقق بالجيبة كان لازم حطه. يا هم العنبة.